sarà sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. بالعربي الفصيح بدعيكم تشوفوا هالروبورتاج وعنوانه أول مرة. كل شي بهالدنيا في أول مرة. تفتح على عمر الطفولة والبراءة، ومن هون بتتسلسل كل مراحل حياتنا مرة بعد مرة. أما اليوم لأول مرة طلابنا عم بيعيشوا تجربة من العمر، وأكيد ما رح ينسوا فيها أول دخول إلهم على الأكاديمية. شهدت الأكاديمية أول إصابات للطلاب. What happened exactly? Hit your nose? Wait a minute. لكن مضيت على سلامة. بس حادثة تانية
ما هي بدها رح تنضى على سلامي. وانتي مايكك فين؟ يعني ومثل كل سنة تعودنا نتابع انتخاب الدليجيه. فأول أسبوع حصلت كريستين على أكبر عدد من التصويت. كريستين أما أول خروج من الأكاديمية فكان من نصيب محمد القار. ليان بتنال أعلى نسبة من الأصوات وبرزمنا محمد. والصدمة كانت قوية على ليان اللي بتربطها علاقة حب محمد، وخوفها الأكبر كان إنه توقف هالعلاقة من بعد خروجه. أطلع أضل أنسحب أضل إيش أعمل؟ وينه؟ روح أقعد على تختم. ضاعت ليان وكانت محتارة إذا بتحكم عقلها وبتبقى بالأكاديمية أو بتلحق قلبها وبيوقف حلمها. جد سوري كثير بس بليز حد يرد علي لأني أنا بدي أنسحب. هون كان أول قرار بالانسحاب. أنا مش قادرة أضل هون خلص، بس أنا مش قادرة، أنا عن جد مش قادرة، مش قادرة أقعد أكل ومش هون. بأول تليفون لوالدة ليان كان